السلام عليكم. صافي احنا يا شدينا ماشيين بحالنا، كنتسناو ان شاء الله فيه يقولوا نفتحوا، ونتمنوا يا ربي يا ربي تخرج العاقبه والامور على خير. راه تعطلنا شويه ما شديناش، كان خصنا نشدوا هذه واحد 3 ايام ولا 4 ايام قبل، ولكن ما كاين بس احنا متسنى الاوامر، وكنتمنوا من الناس يبقوا في الدور ديالهم ما يخرجوا شي الا الحاجه الا الضروره، واللي عنده المسائل ديالو في الدار ديالو يجلس مع وليداتو، ونتسناو تربي يلطف بينا والصلاه على رسول الله. هادشي اللي كاين شدينا حيت كلشي شاد، قال لك في 6 د العشيه شدوا، حنا شدينا، حنا فحال الناس. التصريح جا من الاذاعه، فهمتيني كيف؟ فهادشي دابا الحكومه اللي خصها تقول، لان قال لك شدوا راه خصهم يشوفوا لنا شي حل، حنا بيدنا راه فهمتيني ما نجيوش غنشدوا غنبقاو بلا خدمه، فهمتيني؟ دابا حنا غادي نشدوا غنبقاو هكذا ما يمكنش، يعني مرهون وسلام، فهمتيني؟ ضروري خصهم يعملوا شي حل، ولا خصهم يعلموا نهار اش غيفتحوا، فهمتيني كيفاش؟ واخا علمونا على حساب هاد مرض كورونا وهادي، ايوا شادين حنايا من خوتنا، ما عندناش شي محدود، يعني 12 ايام 15 الله اعلم ما عارفينش بالضبط. سدينا لان راسك المرض وكسي هذيك سدينا، ما عملناش ما حددوناش فوياغ، اما 15 يوم اما 14 يوم. وزن هادشي احسن نشدوك لان الدنيا كتعمر وكسي خطر المجتمع.